مساء الخير من الام تي في، برحب فيكم بحلقه الليله من سكار. الليله رح نحكي رياضه ميكانيكيه، فوتبول، تنس وماراثون الجبل بمنطقه اشوف. البدايه بدي ارحب بنيكولا اميوني. مساء الخير نيكولا، وبدي لك الحمد لله على السلامه من بعد الحادث اللي تعرضت له يلي حكينا عنه بالاخبار نهار الجمعه برالي البرتغال الدولي. مروان مساء الخير، نحن وياك رح نشوف السباق الثالث من بطوله العالم على حلبة الصخير الاجمال السنه، لاول مره سباق البحرين عم بصير بالليل. صحيح، عم بينقلوا الليل بس لتو 8 يزبط باوروبا باوروبا اكثر. جورج بونسوار، شو عم نشوف نحن وياك؟ بطولة العالم بالراليات جولة رابعة، وايضا دوري الماني مع مفاجأة كبيرة صارت. مفاجأة يعني خلص الموسم بس ارامي ياسي كانت عم تسجل وقفت بعدها ماشي حالها. بهاء الصغير نحن وياك على موعد مثل السنة الماضية، السنة أيضا مع ماراثون الجبل، برحب فيك أيضا ببرنامجنا. السنة الماضية كان خيك معنا، اليوم أنت بدنا نحكي أكثر حول هذا السباق المميز اللي جمع عدد كبير من أبناء الجبل، مسيحيين ودروز وأسلام واللي بدك إياه، ما رح يفوت طوائف، ولكن العدد كان مميز السنة الماضية. رح نحكي أكثر حول هذا الموضوع، إنما البداية رح بتكون معك مروان مع المرحلة الثالثة من بطولة العالم. صحيح. أستراليا، سيبانغ، ماليزيا، الصخير، الجميع كان بانتظار الصخير، تحدي كبير قامت فيه مملكة البحرين لإنجاح السباق رغم كل المشاكل الأمنية اللي كانت عم بتصير بالبلاد. خبرنا عن بداية عن السباق وبعدين نحكي قصص تقنية. صحيح نجيب، انتقلنا للبحرين وبالبحرين السباق عم بيصير بالليل، هيدي لأول مرة عندهم، أكيد تيناسب الوقت أوروبا. بالكواليفاينج سيشن مثل العادة المرسيدس اني أفضل سيارتين، وهالمرة نيكو روزبرغ قدر سبقه للويس هاملتون ب 13 من الثانية. على كل حال مفاجآت كتير حلوة بالسباق وسباق ممتع كتير، خلينا نشوف شو بالتقرير. بانطلاقة السباق لويس هاملتون بيقدر بيتفوق على زميله نيكو روزبرغ من المركز الثاني وبيحتفظ بهالمركز الأول للفات عديدة. كان سباق ممتع جدا ومعركة كتير حامية بين الثنائي تبع المرسيدس، كمان معارك بالخلف بينت لنا انه الفيراري سيارة متواضعة وكل السيارات يلي عندهم محركات مرسيدس كانوا الأفضل. معارك لنهاية السباق وهون عم بتشوفوا بين لويس هاملتون ونيكو روزبرغ، أكيد المعركة سببها حادث كبير صار وصار تونو للسيارة وطلعت السيفتي كار. كان لويس هاملتون سابق شوي صغيرة وهون عم بتشوفوا الحادث أمامكم، كان سابق بشي 7 ثواني سابقه لنيكو روزبرغ، بعدين من بعد خروج السيفتي كار بيرجعوا بيصيروا ورا بعضهم. المركز الثاني لروزبرغ ومعه اطارات اجد واحسن هن الاطارات الطريه، وظلتها المعركه لنهايه السباق لاب بعد لاب والمعركه بين بعضهم. وهون الحلو كمان معركه داخل الفريق عند فريق ريد بول، ودانيال ريتشاردو بيقدر بيتفوق على تيم ميت تبعه وبيحل مركز امامه بمركزين. على كل حال بنهايه السباق بيقدر يفوز لويس هاملتون وروزبرغ بالمركز الثاني، بيريز فورس انديا ثالث، ريتشاردو ريد بول 4، 5 هولكنبورغ الفورس انديا. يعني هون عم نشوف مفاجآت مروان، اول شيء الصراع العنيف، هلا بدي احكي انا وياك التيم ميت، يعني لاي حد رح بيضلوا ماشيين بهيدا الصراع. وريكياردو كيف عم يقدر يتقدم على فيتال؟ هيدي المشكلة. فيتال كان عنده مشكلة بالتوب سبيد على السحبات، ما عنده دراج ريدكشن سيستم، يعني ما بيقدر يوطي اجنحته حتى يخرق الهواء بشكل افضل. هيدا الشيء كلهم عم بيقدروا يتجاوزوه، هو مش عم بيقدر يتجاوز السيارات يلي امامه، وريتشاردو منه قليل كمان سيء ممتاز. بس الحلو انه معركة هاملتون وروزبرغ شفناها ما بعد السيفتي كار، وبعد السيفتي كار شفنا انه بعد ما وفروا وقود كل السيارات فتحوه للمرسيدس وكانوا اسرع بثانيتين من كل اللي وراهم، يعني لف 2-3 عم بيسبقون 2-4-6-8 ثواني، والمعركة بقيت لاخر لحظة، ومثل ما قال هاملتون اون نايفز ايدج، يعني على خط السكين. على القد يعني. كثير على القد، واحترام متبادل حتى يعني صاروا يمزحوا مع بعضهم. بيسلموا على بعضهم بنهاية. بس انا السؤال اللي عم برجع بساله، هيك سباقات ممكن نرجع نشوفها اكثر؟ ما بتدفع حقها مرسيدس؟ الحلو انه ما حدا استغنى عن مركزه، ما شفنا شخص قبل بمركز الثاني، بتعرف مثل فصيله الذئاب، يعني دائما في واحد بيصير دوميننت بالاخر. يعني شفنا كذا مره بالماضي بس عم نشوفها من بدايه الموسم مع مرسيدس شغله صعبه، يعني مع انه بعثوا له مسج خلال السباق انه خلينا نوصل للسيارتين، نفس المسج حرفيا كلمه كلمه للويس ولا نيكو روزبرغ، خلينا نوصل السيارات على الاخر بالامام. ضلتها المعركه لاخر لفه لاخر نقطه، السياره اللي ورا اسرع بشي 6-7 من الثانيه بس مش عم تقدر. بس الحلو فيهم قبل ما نتابع ونشوف صور لهيدا، الحلو انه اثنيناتهم روبو اذا بدك، اذا كسائق مرتاح، هاملتون معروف يعني
وروزبرغ ايضا يعني يمكن اكثر شوي شخصيا حامل. احترمت هاملتون اكثر، يعني قدرته اكثر بهالسباق وكيف قدر حمي مركزه بسياره ابطا نسبيا لانه اطاراته كان عنده الهارد او الميديوم كومباوند، بينما روزبرغ عنده السوفتر كومباوند اللي اوقات ببدايته يعني عنده ثانيه يمكن اسرع. استراتيجي اللي استخدمها لويس هاملتون ممتاز كثير، جد من معدن بطل العالم. نيكو روزبرغ سوبر كنترول على سيارته من اول السباق، ولا محل غلط ولا محل يمكن سنتي زياده، بس هاملتون كان افضل منه يعني ابطا منه بس قدامه ما يخليه يتقطع. هيدي شغله منيحه. هلا رح نشوف صور عن قصص كانت عم بتصير ايضا بهالسباق، سباق البحرين المميز. الحلبة عزيزة جدا على قلبنا، ونضل موجودين فيها. عندها حس اوتنتيك، عندها حس اوتنتيك اكثر البحرين، يعني بلست كل الفرق يعتبروها مثل الهوم سيركل لانه عملوا الحلقة التجارب الرسمية عليها. يعني اذا بتضاين لخمس ست سنين هيك بتصير مثل السباقات الاوروبية التقليدية، بتصير راسخة بالفورمولا 1 اكثر. وياس عم بيشتغلوا على الموضوع باخر الموسم، عم تكون ياس لكشري لكشري ريس. صح نيكولا، بدنا نفتح نحن وياك صفحه ثانيه، هي صفحه الرياضه الميكانيكيه الاخرى اللي بنحبها كثير، هي عالم الراليات. شو صار معك بهالمرحله اللي ايضا كان عندنا، رح نشوف ايضا صور عن فريق ابو ظبي للسيارات يلي قدر مع سيتروين يحتل المركز الثالث، بس خبرنا انت شو قدرت تستنتج من هالمرحله من بطوله العالم، اول مرحله عم تشارك فيها. اوكي، مثل ما بتعرف مثل ما كنا متوقعين رالي بطوله العالم منه مثل رالي هون كثير سيريس، من اول ما نوصل وصلنا نهار الاثنين، من نهار الاثنين لنهار الجمعه اللي بلش الرالي كل يوم في عندك فول سكيدجول، ما عندك وقت ترتاح. وصلنا نهار الاثنين عندنا تيم بريفنج الساعه 4، رجعنا سكروتينيرنج، رجعنا تيم بريفنج ثاني، ثلاثه اربع ريكونيسانس مثل ما بتعرف، نطلع على الطرقات عندنا تو رانز بس على ستيجز، وكان كارثه، كان عم بتشتي بطريقه منا مشتي مثل قبل بالبرتغال، بقى صار في كثير مد سلايد، صار طرقات كثير موحلة. ما انتوا عارفين اي نوع اطارات ايضا بدكم تحطوا؟ لا بالريكونيسانس كنت مره بسير لا عادة. بس انه بعدين يعني لو بعدين ايه عندك الدولي بالجرافل، بقى كان كثير صعب الريكونيسانس وتشوف الطريق وما راح كثير تفهم كيف راح تكون وقتها تنشف اذا نشفت او ما نشفت. بقى نفس الشيء نهار الاربعاء ولغى ستيجز وصار في شويه قصص، بقى خلصنا الريكونيسانس بخير، عملنا تيست صغير نهار الاربعاء، كان التيست فانيو اللي كنا بدنا نتمرن فيه كتير كارثة وكتير وحل ومبرك، بقى ما قدرنا نتمرن مزبوط. نهار الخميس قلع الرالي بليزبون مع السوبر سبيشال ستيج اللي هي ما حدا بيخدها جدية لانه ستيج كتير قصيرة وما خصها بالرالي، يعني بس هي استعراضية للشباب، استعراضية للعالم وللميديا وللجمهور، فيها نقاط كمان. هل الوحيد يمكن يلي بتنقل ببطولة العالم لراليات لايف؟ لا كانوا حتى مش لايف ستيج، كانوا لايف كلهم بس مش هون، عندك في كتير شانلز كانوا لايف بالبرتغال. بقى قلعنا خلصنا ليزبون ورجعنا قلع الرالي نهار الجمعة. نهار الجمعة كنا فايتين نحن لأنه أول رالي لإلي كان كتير مهم، على سيارة جديدة ودرايفر جديد ورالي جديد لإلي أول مرة ببطولة العالم، كنا عاملين استراتيجي ما نطلع أبداً على أوقات. هلا بنفوت بالتفاصيل أكثر، بس بدي أخذ منك قصة لأنه رح نرجع نشوف صور حلوة عن السباق معك، بس خبرنا الأكسيدان اللي صار معك شو كان سببه؟ غلطة بالنوتس، وصلنا على مطرح كنا حاطين بالنوت مطرح لازم أخدينه أسرع بكتير من ما لازم يتاخذ، وعلى كريست بقى ما بتقشع شو فيه وقت عندك كريست، بقى بالنسبه لنا كانت فلات رايت اوفر كريست انه تاخده تقريبا فول سبيد بوقوع هين، بقى هذا اللي عملته وتفاجئنا وتصرت فوق انه ما كنا بمطرح الغلط وبسرعه اكثر بكثير وما لحقت اعمل شيء. فصار الحادث وصار يعني خطا الكودرايفر؟ لا غلطه من الريكي من الكونيسانس، انا يعني تقدير على طريق بطريقه غلط، كان لازم. هلا رح نشوف نحن وياك الطرقات بعد لحظات قليله، ولكن خلينا ناخذ نتيجه السباق معك. الجوله الرابعه لبطوله العالم نجيب، مثل ما كنا عم نحكي كمان نيكولا، رالي البرتغال، بنتابع سوا ابرز المشاهد. ابرز المشاهد
الفرنسي سيباستيان اوجي على فولكسفاجن بولو باليوم الاول ما كان هو الاسرع، كان ثالث بالترتيب العام، لكن انطلاقا من اليوم الثاني سيطر السائق الفرنسي بشكل كامل متكامل تقريبا، وهو فاز بثمان مراحل خاصه للسرعه من اصل 16 مرحله وحقق اوقات قياسيه بالفعل. تقدم بختام المنافسات على ميكو هيرفونن الفنلندي على فورد بفرق 43 ثانيه، وعلى ماتس اوتسبرغ النرويجي بفرق دقيقه و12 ثانيه. فولكسفاجن كانت عم تحقق انتصارها الثامن على التوالي لتعادل رقم سيتروين باطول سلسله من الانتصارات عند الصانعين. اوجي كان عم يفوز للمره 19 بمسيرته والمره الرابعه بالبرتغال بعد 2010 2011 و2013، والفوز الثالث هالموسم من اصل ثلاث سباقات. كان فاز بمونتي كارلو بالمكسيك وهلا عم بيفوز بالبرتغال وعم بيتصدر ب 91 نقطه ترتيب بطوله العالم مقابل 62 للادفالا الفنلندي. يعني كان في ايضا صراع عنيف عم بصير بهالسباق، حتى تانك بعتقد تعرض لاكسيدون كبير ببدايه اليوم الثاني. تانك تعرض لاكسيدون، لادفالا وقف كمان، كريس ميك تعرض لحادث صعوبة كتير كتير. كان في عم جرب ذكر لك الأسامي، نحن بالدرايف ديمك اللي من أصل 12 واحد 10 تعرضوا لمشاكل بأول نهار. كوبيتسا كمان كان تعرض بأول نهار، قلعت نهار جاي عامل حادث، نهار جاي قلعت تلت نهار جاي عامل حادث. يعني شفنا طلع طلع بالقسم الثاني، رح نشوف صور ونرجع نحكي تفاصيل أكثر نحن وياك. بس أنت وقت تشوف سباق فورمولا 1 وتشوف سباق راليات، وين بتكون بتشوف حالك أكثر؟ براليات أكيد، براليات غير شيء. مروان أنت وين بتشوف الحماس أكبر؟ اكيد فورمولا 1. كل واحد بيشوفها. لا بس بعتقد انا الفيلينج تبع عالم الراليات شغله منيحه. بس كنت عم تفاجأت فيك انه عم تقلي كانوا عم ينقلوه كله لايف. مشكله الراليات ما فيك تنقلها لايف، هذا السنسيشن تبع الكواع والقصص، والا بدك فوق ال 200 كاميرا. يعني جرب برني اكلسون بمنتصف التسعينات مع روسبور انه ينقلها كلك لايف، كل ستيجز مع كل الكواع، بس 50 60 كيلومتر ما فيك. هذا الفرق باللوب يعني، فورمولا 1 لانه عندك سيركت بدك كذا كاميرا، وهذا كمان عم تاخذها بثلاثه وبيفان. يعني بعتقد فوق ال 100 كاميرا عم تكون موجوده بالدبليو ار سي، عم بيغطوا ثلاث ارباع الوقت، بيكون عندك الهليكوبتر فوق ستيج وبياخذوها من فوق بالحوض مثل تور دو فرانس، مثل تور دو فرانس، مثل تور دو فرانس بالانبورد كاميرا. فورمولا 1 للتي في احلى، الراليات تروح تتفرج عليها بتستمتع فيها اكثر. ككليب حلوه لا الراليات لا روح اقعد هونيك. نحن عندي فافوري الراليات يمكن اكثر، مش عاجبني انت اليوم. انا الفورمولا مع بيرني مش عجبتني كثير، بس لا عم شوف سنه سباقات مميزه. هلا بعد شوي بدنا نحكي اكثر عن الموضوع، كيف عم بيقسم العالم بيرني اكلسون بعالم الفورمولا 1 من امريكا الجنوبيه امريكا الشماليه كل العالم، من عدا افريقيا ما عم تزبط معه، ما طلع مش عم بلا كان عندهم بكيالامي وقفوا. بهاء قبل ما نختم مع جورج القسم الاول، خبرنا عن هذا الماراثون اللي حكينا عنه الاسبوع الماضي ببرنامجنا، ماراثون الجبل عم بيصير سنه المره الرابعه. صحيح، السنه الماضيه كان الافضل، السنه الماضيه كان الافضل والاكبر، نحن بلشنا فيه من حوالي اربع سنين، كان يصير على صعيد نادي الفنون القتاليه. بأي منطقة؟ بمنطقة الشوف، يعني بين دير القمر وبيت الدين. السنة الماضية أطلقنا المؤتمر الماراثون بمؤتمر صحفي تحت عنوان برقدتنا من ثبت وحدتنا. وهون بحب أضيف على الشيء اللي قلته حضرتك بأول حلقة، كان في المشاركين من كل المناطق اللبنانية، مش بس أبناء الجبل عم بيشاركوا بهذا الماراثون. يعني السنة الماضية كان في ناس من جنوب، 6000 شخص يعني أكيد ما رح يكونوا من المنطقة، من ضاحية، من عكار، من كل المناطق اللبنانية. يعني عم بيكون عم بيشكل هذا الماراثون يعني نقاط تلاقي بين لبنان، يعني لكل الشباب، بين الشباب كلها اللبناني. والسنة السباق اللي هو للسنة الرابعة، السنة للسنة الرابعة كمان من تنظيم نادي الفنون القتالية، بتنظيم نادي الفنون القتالية وجمعية لنا الشبابية. نحن السنة الماراثون تحت شعار نركض لعسكر لبنان برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي، رح يكون الجيش مشارك معنا على الارض وبالسماء. عنده عدائين قوية يعني. صحيح، رح يكون معنا مشارك مع الناس. اطلقنا السنه الماراثون بمؤتمر صحفي بالفيليج كونتي كلوب بالفي سي سي السمقانيه، يعني ومن بعدها رحنا للنقاط الثانيه. انا هون بس بدي اقول شغلي انه اسمه ماراثون الجبل، بس ايام شوي تختلط المفاهيم. يعني نحن ماراثون الجبل الطريق جالسي، طريق زفت معبد، يعني منا طريق جبلي مثل ما بيفتكر البعض.
بلس انه بدي اقول انه رسم الاشتراك عم بيكون رمزي، يعني هذا ماراثون لحتى يكون في مشاركه من كل الطبقات الاجتماعيه. طيب اي متى رح يصير السبق؟ هو السنه ب 27 نيسان من كفر نبرخ، من قدم بلديه كفر نبرخ لساحه دار القمر، الساعه 7 صباحا. كل حدا بحب يشارك، يعني حتى نحن في امن النقل من اغلب المناطق بال هلا بالقسم الثاني بنحكي عن موضوع النقل والتسجيل. جورج قبل ما نختم، بوندسليغا خساره البايرن، اول مره من سنه ونص البايرن عم بيسقط. بنتابع سوا المرحله 29 من الدوري الالماني. اوكسبورغ بايرن، غوارديولا كان عم بيريح عدد كبير من اللاعبين استعدادا للقاء مانشستر بالتشامبيونز ليج، ودفع حق غالي المدرب الاسباني هدف ساشا مولدرز بالدقيقه 31 اعطى الفوز لاوكسبورغ، ثامن الترتيب على البايرن حامل اللقب بهالمباراة هيدي. بعد سنة ونص سقط البايرن لأول مرة تحديدا من 28 أكتوبر 2012، كانت الخسارة وقتها أمام باير ليفركوزن 2-1. 54 مباراة كانت من دون خسارة لفريق البايرن. فريق أسي ميلان بعده حامل الرقم القياسي بأوروبا، ومعه 58 مباراة من دون خسارة كان بين موسم 91 للموسم 93. من جهة تانية بروشيا دورتموند وفولسبورغ، المباراة انتهت بفوز دورتموند 2-1. أما كمان في عنا لقاء فيردر بريمن وشالكي انتهى 1-1. الصراع كتير كبير عم بيكون بألمانيا على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال بين دورتموند، شالكي، مونشنغلادباخ، ليفركوزن وفولسبورغ. على كل حال، خسارة البايرن هي بس خسارة إذا بدك أرقام قياسية، لا ما لها أي قيمة لا فنية ولا شيء تاني. أكيد كان سبق وأحرز اللقب عنده بعد كأس ألمانيا وعم بيلعب بالتشامبيونز ليج. شكرا جورج، بريك ومنرجع معك. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور مع عماد ابي هيلا. مساء الخير عماد، تنضم معنا. بدنا نحكي نحن وياك فوتبول، وبدنا نحكي نحن وياك تنس. صح. قبل بدنا نتابع معك نيكولا، رح نشوف صور عن رالي البرتغال. خبرنا وين كانت صعوبته وشو اهميه التنظيم يلي كنت عم تشوفه ببطوله العالم. كصعوبه كان هو الصعوبه انه اول مره ببطوله العالم، كل الجو جديد علي، السياره اول مره بسابق فيها، كودرايفر جديد، طريق جديد، كله جديد. واللي كان اصعب من هيك هو الطقس اللي ما ساعد ابدا، الوحل اللي كان فيه بالستيجز، التورانز على الستيجز انلغى شوي من الستيجز على الوحل. واصعب شيء كان انه نهار الجمعه نحن كنا بدنا نعمل هذا رالي على 330 كيلومتر، بناخذ اكسبيرينس كثير عالي منه، وبيكون كانه بالنسبه لنا تيستينج، بنقلع رالي جاي معنا 300 كيلومتر خبره بالجيبه اللي ما قدرنا نعملها لانه ظهرنا بثاني ستيج. طيب التيم ميت تبعك كيف شفتهم؟ كلهم، كل الدرايفرز عندهم كيف، مثل ما نحن عم نحضر حالنا، هن كلهم عندهم اكسبيرينس كثير عالي، كلهم عم يتمرنوا، كلهم عم يتحضروا، كل واحد رايح ليجرب يربح بقى. هلا المرحله الثانيه ما راح بتكون ببولند؟ ببولند. وبلبنان وين عندك سبق هلا؟ نيكست عندنا كوزدوكوت ب 11 ماي و 25 ماي في رالي جزين. اوكي مروان، نحن وياك قبل ما نختم بدنا نحكي كلنا عن شو مخر، يوم صار له 100 يوم بالكوما، عم بيتحسن شوي صغيره. يعني هيدي اخر اخبار عم تطلع بس بعدها ما حدا شايف، ما في شيء دقيق. يعني هو اذا حرك نقطه صغيره كل الصحافه بتعرف فيها، مع انه طلع صرخه شوي كمان على مستشفى غرينوبل، وانه على اساس رح يعملوا له شيء ببيته وهن مستشفى غرينوبل بطل بدهم اياه بالانتنسيف كير يونت، انه عم بياخذ محل غيره. بتعرف الاوروبيه كثير بفكروا بهالشغله، انه حرام غيره يجي وما يلاقي محل. هو عم بيدفع الفاتوره كمان. طيب بعرف، هلا عملوا له مستشفى خاص بالبيت 10 مليون دولار كلفت. 17 صارت. اوكي كفوا له اياه يعني. هذا شو مخر يعني بالنهايه، بس المشكله ما بعرف شو هي المشكله، المشكله سمعتها الاسبوع الماضي انه لانه تعرض لاكثر من ضربه على راسه، بالتالي عمليه الوعي عم بتكون اصعب، لانه يمكن لو كانت اول مره يمكن كانت الريكفرينج اضبط. بعد في الوعي ونشوف شو مستواه وشو وضعه وين مضروب، وبعدين في عمليات من بعد الوعي يعني بعد اذا وعي مضبوط. صحيح. للاسف ايه ما كل شو مخر اسطوره كبيره بعالم الرياضه. بهاء، قبل ما ننتقل لعماد، وين بيتسجلوا الشباب فازان؟ التسجيل عم بيكون بنادي الفنون القتاليه او مركز جبل الرياضي بغداد. اي رقم تليفون؟ على في رقم تليفون 03-755-125 او 03-076513. رجع عيده ثاني واحد لانه 03-076513. في جوائز كثير قيمه السنه، في صخرات على تركيا، في دراجات هوائيه، كثير جوائز. ومين اهم سبونسرز العالم؟ اهم سبونسر الراعي الرسمي عم بيكون بنك بيروت والبلاد العربيه، هو للسنه الثالثه على التوالي لبنك بيروت، والسنه عم تشرف على الماتون لجنه التحكيم ب يعني اساتذه الرياضه بالشوف.
نحن بس نقول يعني حتى كرمال المناطق البعيده كل حدا بحب يشارك بهذا الماراثون اكيد ما راح يقطع مسافه لحتى يسجل نهار الماراثون. كل شخص بحب يشارك في لجنه تنظيم كثير كبيره بتعاون مع جمعيات بيوصل بكير بيستلم لباسه مع الرقم الاشتراك تبعه وبيشارك طبيعي بلس انه حكينا الرسم رمزي 8000 لفوق ال 15 سنه و 6000 تحت ال 15 سنه نزلنا عن طلب العديد من المدارس دعم للمدارس الرسميه رح يكون المدارس الرسميه 5000 لكل المدارس الرسميه وقوى الامن والجيش رح يكون مشاركه مجانيه ببلش نعم هلا عماد فاذا نحن وياك بدنا نحكي فوتبول وبدنا نحكي تنس البارسا عنده مشاكل عديده صح بلشناها مع مشاكل القضائية مع ميسي عم يطالب من دفع الضرائب بعدين كان عنا مشاكل مع نيمار والعقد تبعه استقالة الرئيس وهلا عنا مشكلة مع توقيع ميسي الشرق إذا فينا نسميه ما بعرف ديكاربات وخلينا نتابع معه صح نجيب مثل ما عم نشوف البارشا يعني من شهرين لهلا إذا بتحس إنه مثل عم تتراكم المشاكل عليه أكثر وأكثر يعني بلشت مثل ما أنت قلت بالعقد المبهم لنيمار ومن بعدها انتهت باستقالة الرئيس حتى أنه هلأ من فترة قامت الفيفا بمعاقبة نادي بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى حزيران عام 2015 بسبب ارتكابه مخالفة بالتعاقد مع لاعبين بيبلغ عمرهم أقل من 18 سنة هذه القوانين كانت وضعتها الفيفا على جميع الفرق الأوروبية للحد من استثمار اللاعبين الصغار وقال المدير الفني الرياضي للفريق الكتالوني زوبي زاريتا انه العقوبه غير عادله لانه في كثير فرق اوروبيه وغير اوروبيه عم تتبع نفس الاستراتيجيه انه لينقوا فريق برشلونه يعني مثل كانه الامر يعني مثل مقصود متحطفين عليه للفريق صح وعم بيتهموا حتى انه من وراء كل هالعقوبات ريال مدريد عم يشتغل من تحت الطاوله لحتى يخلي النادي الكتالوني ينزل وخصوصا انه هلا بدهم يجددوا الملعب حتى تبعوا لهم بدهم مصاري وهيك حتى كل هالاشياء يعني ما يقدروا ما بدهم لعيبه جديده يعني هذا الخلاف الصراع الابدي إذا فينا نقول بين ريال وبرشلونة بدنا نتابع معك تنس شو كان عم بيصير معنا أبرز صح. المحطات كان عنا ديفيس كاب يعني أو إذا فينا نقول صح. كأس العالم في رياضة كرة المضرب عند الرجال يلي وصلت في مفاجآت وصلت لقيا في كتير مفاجآت يعني الفرق كانت عم تخسر ورجعت ننتقل لصور لحتى نشوف الكاب ديفيس شو كان عم بيصير إذا البداية رح تكون مع الفريق التشيكي يلي قدر يفوز على اليابان بنتيجة 5-0 ويتأهل لمباراة النصف النهائي بعد ما قدم أداء قوي مثل ما عم نشوف بلقائه الزوجي الأخير أما إيطاليا في بدورة تأهلت للدور نصف النهائي للمرة الأولى من سنة 1998 وذلك بعد فوزها على بريطانيا بنتيجة 3-2 فبالمباراة الأخيرة اللي لعبتها كانت متخلفة 2-1 لكنها نجحت بقلب النتيجة لمصلحتها بعد فوز فابيو فونيني على أندي موراي وأندريا سيبي على جيمس وارد وراح تقابل إيطاليا بنصف النهائي منتخب سويسرا يلي فاز على كازاخستان بنتيجة 3-2 فافرينكا فاز على كوكوشكين بمباراة الفرد الأولى ليتعادل الفريقين 2-2 قبل ما تعود سويسرا بقيادة فيدرير يلي تغرب على جولوبيف لتفوز 3-2 وتتأهل ومن ناحية تانية حجزت فرنسا مقعدها بنصف النهائي الثاني بعد تجاوزها ألمانيا بنتيجة 3-2 وكانت فرنسا قلصت الفارق 2-1 بعد فوزها بمباراة الزوجة لتعود يوم الأحد وتفوز بمباراتي الفردي بعد فوز تسونغا على توبياس كامكي وجايان مونفيس على بيتر كوتوتشيك لتتأهل لمواجهة تشيكيا يعني مباريات حلوه كنا عم نشوفها هذا حلاوة التنس اللي بنشوفهم بديفيس كاب بنشوفهم عادة بالمباريات العادية شكرا عماد شكرا بهاء مروان اي متى السبق المقبل بعد اسبوعين بالصين وبعدين نرجع بنروح عند الله هلا عم يجوا يروحوا هيك اجوا هيك عم بكذبوا بآسيا بآسيا نيكولا كلمة أخيرة شو فينا نحكي ما في شيء لك مرة جديدة الحمد لله على السلامة في شيء سبونسرز ولا بنشتغل عليهم هلا الفترة من بعد السباق الثاني لا ما في لا انه كتر خير الله اللي هن موجودين وعم نحن بنشتغل قدام بنتحضر كرمال نحن يعني بلشت لحالي ورحت على بطولة العالم لحالنا وهيدا يلا من بعد نتائج جيدة بيجوا كلهم سوا السبونسرز اذا الله راد شكرا لك بس الخبرة حلوة ايه ببطولة العالم ايه غير شيء ممتازة جدا شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين نرجع نلتقى الاسبوع المقبل بحلقة جديدة من سكار الى اللقاء